السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد هنا على قناه من غير مونتاج. طلب صغير بس قبل ما ندخل على الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتنشروا القناه على قد ما تقدروا عشان نلحق نوصل القناه ل 100,000 مشترك قبل نهايه شهر فبراير. ده طلب صغنون مني كده اهو، فانشروا القناه على الجروبات، فيسبوك، على الفيسبوك، على تويتر، على كل مكان تقدروا عليه عشان نلحق نوصل القناه ل 100,000 قبل نهايه شهر فبراير. فايوه خلينا دلوقتي ندخل على الفيديو. نزل اعلان جديد لفيلم افنجرز اند جيم، وانا كنت قلت لما اتفرجت على الاعلان الاول ونزلت الفيديو عنه هنا ان انا مش عايز اتفرج على اعلانات تانية. ليه؟ لان فيلم افنجرز اند جيم ده يعني تركيز لحاجات كتير جدا، فانا مش عايز احرق حاجه عن الفيلم ده وحاجه هتحصل في الفيلم ده. بس نزل زي ما تقولوا ايه اعلان صغير كده اهو في وقت السوبر بول بتاعه امريكا، اللي هي كره قدم امريكيه، اللي هي مش كره قدم ولا حاجه، بس عامه يعني مش موضوعنا ده موضوع الوقت تاني خالص. فانا جات لي فكره صغنونه، وهي ان انا هتفرج على الاعلان الجديد اللي نزلوه، وزي ما تقولوا هحاول على قد ما اقدر ان انا ادي تخميناتي عن ايه اللي هيحصل في فيلم افنجرز اند جيم. وفي حاجه كمان طلعت، ان بعد كده افنجرز اند جيم لو هينزلوا اعلان تاني هيكون مش هيعدي اول 20 دقيقه من الفيلم. فعلشان كده ما بين يعني من بعد الفيديو ده هو فيديو واحد كمان ممكن اعمله، انا مش عارف كنت اعمله ولا لا، فعرفوني في الكومنتات لو عايزين فيديو تحليلي وتكسيري لايه فعلا انا هشوف القصه بتاعه افنجرز اند جيم هتتحكي. يعني عرفوني تعملوا لايك على الفيديو، خلينا نقول لو الفيديو وصل ل 4000 لايك هعمل فيديو تكسير لكل الاراء اللي موجوده عندي الفيلم افنجرز اند جيم وايه بالظبط اللي هيحصل فيلم من وجهه نظري. بس فغير عن كده بقى خلينا ندخل ونشوف الاعلان. لو عايزين زي ما قلت لكم الفيديو الثاني اللي اعمله على توقعات الفيلم افنجرز اند جيم، بس اعملوا لايك على الفيديو وده هيكون زي الفل. Some people where do they go now that they are gone? But not us. الافنجرز هم اللي جون يعني؟ والله عامة كل الناس. كيف كيف كيف؟ Not us. الشيلد بتاع كابتن امريكا. الشيلد رجع! يس! أنا موافق، أنا موافق جدا، أنا موافق جدا. رائع. أنا مش محتاج حاجة أكتر من كده، بس أمانة أنا مش عايز أحرق تاني عليا يا الله. تمام، اللي واضح من الاعلان ده اللي هو ورانا مين الافنجرز اللي لسه عايشين، اللي احنا عارفين ان هم لسه عايشين يعني، وبس تقريبا شوت واحد كده اللي شفناه لتوني ستارك ونابيولا وهم المفروض على السفينه في الفضاء كده تايهين، والافنجرز اللي موجودين على الارض. ودلوقتي شفنا انت مان وهو مع الافنجرز التانيين. مش الاعلان ده ما اكدش نظريات طلع على فيلم افنجرز اند جيم، ما اكدش الحاجات اللي انا قلتها في الفيديو اللي فات ولا نفاها يعني، بس اللي عمل الفيلم ده ان هو ايه خلانا نتحمس بس اكتر ما انا متحمس يعني. بس انا كده متحمس، انا مش عايز حاجه اكتر من كده، شكرا شكرا انا زي الفل. يا لهوي، كل يوم كل يوم الواحد بيزيد حماسه على الفيلم ده. وايوه يعني نقول ايه، نقول شكرا لمارفل على الحاجه اللذيذه اللي هي عملتها، ما عدا بلاك بانثر يعني والسبع اوسكارات اللي هو مترشح ليهم يعني، ده موضوع تاني خالص. وبس اعزائي المشاهدين، دي كانت كل حاجه عندي للفيديو ده. عرفوني في الكومنتات، وبرضه ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو لو عايزين جزء تاني، او زي ما نقول الفيديو النهائي اللي اقول فيه كل حاجه انا حاسس ان هي هتحصل او متوقع ان هي تحصل فيلم افنجرز اند جيم اللي هو الجزء الرابع من افلام افنجرز. اعمل لايك على الفيديو، خلينا نقول زي ما قلنا كده 4000 لايك تمام، وانزل فيديو تاني. ولو انتوا عايزين تشوفوا اخر فيديو انا نزلته ممكن تضغطوا على الفيديو اللي موجود فوق هنا اهو، لو عايزين تشوفوا فيديو عشوائي جدا ممكن تضغطوا على الفيديو اللي موجود تحت، وما تنسوش تشتركوا في القناه. شكرا، سلام.